شو رحنا لكم بالمختبر انه لو ما تعرفوا ايش سي ال اذا بنحسبها راح تكون equals to specific gravity multiplied by weight percentage في 1000 على ال equivalent weight. المعطيات اللي عندنا specific gravity اعطيناكم هي بالمختبر 1.18 جرام لكل مل، والweight by weight percentage حسب ال HCL اللي عندنا. احنا قلنا بالشرح ال weight by weight percentage ممكن تكون ما بين 35% الى 38%. احنا البطل اللي عندنا of HCL هو 37%. So, إذا نرجع النسبة المئوية إلى أصلها اللي هي وزن الـ HCL بالنسبة للوزن الكلي للووتر 37 على 100، نحولها إلى رقم عادي 0.37. الـ equivalent weight هو المولكيولار weight على N، فيما شرحنا أنه الـ N هو number of hydrogen ions replaceable hydrogen ions أو hydroxide ions بالنسبة للحوامض والقواعد. راح يكون بالنسبة للـ HCL إذا عندنا 1 hydrogen ion راح يكون 1. نعوض المعطيات اللي عندنا 1.18 في 0.37 في 1000 على الايكوفالنت ويت اللي حسبناه من مجموع الاتوميك ويت لكل اتوم في المولكيول اللي هي اوف اتش سي ال، راح يطلع 36.5 على 1 مثل ما قلنا النمبر اوف هيدروجين ايونز. نجي نطلع نورمالتي كونستريتد اتش سي ال بعد ما نحسبها من هذا القانون يطلع لنا 11.96 نورمال. بعد ما حسبنا النورماليتي اوف ذا كونسنتريتد اتش سي ال نجي على قانون التخفيف حتى نحضر سوليوشن اوف دايلوتد اتش سي ال نستخدمه بالتايتريشن. فبالنسبه ل N1V1 تمثل لي جهه الكونسنتريتد اتش سي ال، N2V2 تمثل لي جهه الدايلوتد اتش سي ال. الكونسنتريتد اتش سي ال النورماليتي حسبناها من هذا القانون اللي هي 11.96. الحجم احنا نحتاجه نحسبه ايش قد نحتاج حتى نخففه ونحضر solution of diluted HCl بحجم 25 مل. الجهة المقابلة من diluted HCl أنا أريد أحضر solution بنورماليتي 1 normal وبحجم 25 مل، أخففه بتركيز 1 normal بحجم 25 مل. إذن بعد ما أحسب الحسابات يطلع لي الحجم يساوي تقريبا 2 مل. هذا الحجم اللي احتاج انه اسحبه من الكونسنتريتد اتش سي ال واخففه الى حجم 25 مل حتى احضر هذه السوليوشن اللي هو بتركيز والنورمال. مثل ما ذكرنا بالمحاضره انه اخذ اكسترا فوليوم من الاتش سي ال، ليش؟ لانه هذا الاسيد ايفابوريتس ايزلي، ممكن ان يفقد من حجمه خلال عمليه التحضير، ولهذا اخذ حجم اكثر حتى انه اضمن الشغل يكون بال مضبوط وعوض عن الحجم المفقود خلال عملية التايتريشن، العفو خلال عملية تحضير الـ HCl. So بهالحالة راح يكون عندي حجم 2.25 مل اللي راح اسحبه من الـ concentrated HCl واخففه الى حجم 25 مل.